امريكا وامراض السرطان او بلاد السرطان يحتمل احتماليتين، ورم حميد ورم حميد. الخليه اللي فيها الورم، والورم بيبدا من الخليه، الخليه دي بيحصل فيها حاجه هنقولها دلوقتي تقلب الى خليه ورم، ده سرطان او كده. انا علشان افهم السرطان وافهم الخلايا السرطانيه لازم افهم النورمال سيل. هنمسك واحد هيبتدي يتكون ازاي خطوه خطوه كده لحد ما تتكون الخلايا، وبعدين نبدا ندرس النورمال سيل ونفهمها كويس قوي، وبعدين اقلب النورمال سيل يطلع ورم. هنبدا الموضوع، جسمك خلايا بتتكون ازاي؟ سبيرم اتحد مع اوفر عملوا زيجوت، الزيجوت ده بيقعد ينتقل من الخلايا توصل الى عدد اسمه المولكيولا. الواحدة من المولكيولا خدناها قبل كده سميناها توتي بوتا. التوتي بوتا دي بيحصل لها الكروموسوم لما ترتقي الى درجه اعلى تديني حاجه اسمها ايه بقى؟ بلاستوسيست. الانر بارت من البلاستوسيست ده بيديني البلوري بوتا. البلوري بوتا انت قلنا بترتقي الى حاجه اعلى اللي هي ايه بقى؟ المالتي بوتا اللي هم مين؟ الاكسو والاندو والميكرو. كل واحدة في الإكتو والإندو والميدو بتطلع جروب بوكسيت، تمام؟ فجم قسموا جوه بقى، قال لك إيه؟ يعني دي إكزامبل، والله أنا عندي فيه هير وعندي فيه كذا وكذا 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 وكذا. فكان في تقسيمة زمان في الهيستولوجي إن هو بيقسم خلايا جسمك إلى خليتين اللي هما مين بقى؟ اللي هما إبيثيليوم وميزنكايم. يعني اديني مثلا اكزامبل للميزيليوم الجلاند، ما هي ميزيليوم. طب واديني اكزامبل للميزنكايم البون مثلا. فقالوا ايه؟ طب ما ندمج الاثنين دول في بعض. ازاي؟ راحوا جايين وقالوا هو انت مش كل الخلايا بتاعت جسمك ميزيليوم وميزنكايم؟ ايوه. طب وكل الخلايا بتاعت جسمك اكسوديرم وميزوديرم وميزوديرم؟ لما دمجوا الاثنين دول مع بعض لقوا اكتشاف لذيذ قوي. لقوا ان الاكتوديرم ده بيدي مجموعه خلايا، لما جم صنفوهم لقوا جزء منهم اكتوديرم سوري ميثيليوم وجزء ايه؟ ميزنكايم. طب والاندو برضه بيدي ميثيليوم وميزنكايم، وده برضه بيدي ميثيليوم وميزنكايم. كده هما ما خسروش حاجه. ليه؟ لان انت كده ضربت التقسيمتين في بعض، بمعنى ان انت جيت قلت لي ان البلوري بوتنت عباره عن اكتو واندو وميزو، وبعدين جيت قلت لي اصل الاكتوديرم عباره عن ديبثيليوم وميزنكايم والاندو بثيليوم وميزنكايم والميزو بثيليوم وميزنكايم. كده انت لميت الليله. طيب ايه بعد كده بقى؟ المفروض ان الديبثيليوم ده مجموعه خلايا مع بعض وبيحصل لها نمو وبيحصل كوردينيشن ما بين الخلايا. خد بالك مفيش اورجان عباره عن ديبثيليوم بس او اورجان عباره عن ميزنكايم بس، لا. والدليل على كده ان مثلا لو جيت قلت لك ان البنكرياس هيطلع مثلا من الليمبو، البنكرياس عباره عن جلاند وتيشو، جزء جلاند وجزء تيشو، يبقى معنى كده ان كل لاير من دول بيطلع او اكتو او اندو او ميدو بيطلع كتير من دول، يحصل توافق ما بينهم كوردينيشن فيعملوا لي دول. طب سؤال، الاكتو ده بيسموه ايه؟ والاندو ده بيسموه ايه؟ والميدو ده بيسموه ايه؟ بيقولوا عليه جيرم لاير. ده اسم منطقي. في لاير طبعا الخلايا دي كلها بيسموها جيرم سيل. دي لاير اسمها جيرم لاير، ودي لاير اسمها جيرم لاير، ودي لاير اسمها جيرم لاير. الكلام ده عارفه كويس قوي واحفظ كلمه جيرم لاير دي وفهمها كويس. طب لو جيت قلت لك الجيرم لاير تديني احتماليه ايه او ايه؟ يا ابيثيليوم يا ميزنكايم. فدي الخلاصه اللي انا عايزك تطلع بيها من الليله دي كلها. ان انت خلاياك بتبقى كده وفي الاخر بتديك حاجه اسمها جيرم لاير. كل جيرم لاير ايه النواتج بتاعتها؟ ابيثيليوم او ميزنكايم. طيب ده اول جزء، ده كده نورمال بروسس طبيعي. الشخص ده كبر وبقى عضل، تمام، او بقى بيبي يعني الاول وبعدين اتولد. فعايز اشوف بقى خلايا كده. انا خلصت الجزء الاولاني ده، ده كله على فكره كلام كله قديم وكل حاجه جديده. وبعدين جيت قلت لك ان الشخص ده بقى عنده تيشو، طب تعالى نرسم كده جزء من التيشو، ادي مثلا شويه بكتيريا موجوده. وبعدين جيت قلت لك اصل الشخص ده خلايا الابيثيليوم بتاعته اتعورت. يعني ايه؟ يعني جت الخلايا دي حصل فيها ايه؟ كنا بنصلحها ازاي؟ دي ابيثيليوم سيل ضمايل ينفع تتصلح؟ اه.
طيب انت بتعمل ايه؟ وركز في كل كلمه، كل كلمه في النيوبليزيا ليها هدف. ما بيتقالش كده، النيوبليزيا مشكلته ان كل كلمه ليها حساب. انت هنا بتعمل ايه؟ بتصلح. بتصلح ايه؟ النورماتيف. ازاي صلحت؟ اديت اوردر للخلايا دي، لو سمحت اعملوا لي مايتوتيك ديفيجن، فطلعوا لك خلايا. الخلايا الازرق دي عباره عن مايتوتيك ديفيجن للخلايا دي. طب سؤال، ايه الفرق ما بين الخلايا دي والخلايا دي؟ ولا فرق. ايه؟ مش دي انقسمت بقت دي؟ يبقى اذا معنى كده ان الخلايا بتاعه ساعتها بتاعه الريليه تفرق حاجه عن الهيلثي او النورمال تيشو؟ لا. واسمع الكلمه دي، انت عملت الريبير. تعريف كلمه ريبير هو ريبليسمنت قدام التيشو بيز ويز ايه؟ والهيلثي. طيب هل الريبير ده ليه فايده؟ طبعا. ليه؟ تعالى كده نفكر مع بعض. انت الخلايا دي هنفترض انك بتفرز التيشو، صح؟ ايه اللي حصل؟ الجزء ده مات. لما مات عندي السكريشن اخباره ايه؟ قال. يبقى انت دلوقتي هتعمل ايه؟ هتصلح خلايا وتجيب خلايا تانية، هتقوم بنفس الوظيفه ولا لا؟ يبقى انت استفدت منه، يبقى ده ليه هدف. الحاجه الثانيه ودي المهمه بقى، علاقه الخليه دي ودي باللي حواليها بتقوم بنفس الوظيفه ولا لا؟ بتقوم بنفس الوظيفه، يعني في كوردينيشن ما بينهم ولا لا؟ والدليل على كده ان انت خلاياك اللي انت عملت لها ريبير هتقوم بنفس الوظيفه. امال انت عامل الريبير دي؟ الحته الثالثه والاهم بقى، انت رحت جاي مصلح هنا وجبت لي الخلايا، صح؟ ينفع ادخل اجيب زياده احط خلايا هنا ثانيه؟ ليه؟ حاجه قلناها كده زمان اسمها كونتاكت انتجريشن، فاكرينه؟ كنا بنقول ان انت عندك الخليه بيبقى ليها اثنين ريسبتور. كان الكونتاكت انتجريشن ده فكرته ايه؟ ان هو مقفول من هنا، صح؟ يبقى ده مقفول وده مقفول من هنا. طيب وكنا بنوصل للموضوع ده، يبقى اذا في عندك حاجه اسمها كونتاكت انتجريشن. وبالتالي الحته المعلومه المهمه اللي انا عايز اطلع بكده، الريبير كنترولد ولا ان كنترولد؟ طب ازاي كنترول؟ ازاي؟ بص يا ولاد، وقتها الناس حتى قالت لي انت زودت لنا الحته دي ليه وتبقى محتاجها؟ وقتها جه دلوقتي. احنا خدنا حاجه اسمها ترانسفورمنج جروس فاكتور دي، صح؟ ده واحد من الجروس فاكتور كانت بتعمل انيميشن للجروس. بس ما اتكلمناش في تفاصيله قوي. عارفين انه بيعمل انيميشن للجروس ازاي؟ اول ما الخلايا دي الريسبتور بتاعها يقفل من هنا، المفروض كنا بنقول حاجه اسمها كونتاكت انتجريشن. طب ازاي بيحصل كونتاكت انتجريشن؟ بمنتهى البساطه، اول ما الخلايا دي بتقفل عليها من اليمين والشمال بيحصل السيميليشن يميني، الترانسفورمنج فاكتور يروح جاي على الدي ان اي بتاع الخليه ويقول لها هو مين اللي خلى الخلايا تنقسم؟ الدي ان اي يقول لها شكرا وقفي مش عايزين نتكلم. يبقى معنى كده ان الريبير كنترولد ولا ان كنترولد؟ يبقى انت عملت ريبير استفدت منه في ايه؟ دي هدف، والخلايا اللي جت كوردينيتد، والليله دي كلها كويسه مظبوطه. سؤال، طب ليه هو كنترول؟ يعني دي ان ايه بتاعك نور. طب لو جيت قلت لواحد هنطلع سرطان من الحته، السؤال ودي الحته المهمه قوي، الخلايا السرطانيه دي السرطان من الاخر هم مش عارفين يوصلوا للسبب الرئيسي، بس لقوا ان الخلايا السرطانيه الدي ان ايه بتاعها بيحصل فيه ميوتيشن. طيب طالما الدي ان ايه باظ يبقى توقع اي حاجه من الخلايا، بمعنى مين اللي بيعمل كنترول كل حاجه من الخلايا؟ الدي ان ايه. وبالتالي اي حاجه عايز تتوقعها في الخلايا توقعها. فاكرين لما جينا مره كنا بنشرح في التيومر قلت لك ان التيومر ده قرر انه يفرز هايلاين، كان في حاجه اسمها هايلاين ديجنريشن وميكزوميتال ديجنريشن، او حد كان فاكر الميكزو فايبروما والكلام ده، الفايبروما بالعقل المفروض يفرز ايه؟ فايبري او فايبر سوري فايبراف ايه اللي تخليه يفرز؟ ليوسين. ده يعني ايه ده؟ مجنون. وطالما الدي ان ايه مجنون متوقع منه اي حاجه. وبالتالي التيومر ملوش حاجه اسمها ستاندرد، التيومر نوت اوبي اوردر، وما بتعرفش تسال هو ماشي ازاي.
سؤال، طالما الخليه دي عن كنترول في ايه تحول وحصل ده اهو المفروض يحصل كون ده كده. وبالتالي دي ليها هيبقى ايه كونتينوس دي ديفايس. وهنا ده اللي انا بقى بتكلم فيه، هل النيوكليزيا كنترول ولا لا؟ طب ايه اللي يأكد لك ان النيوكليزيا دي ان كنترول؟ هات واحد عنده ورم، عنده ورم من هنا وسيب شوف وقول له حالاتي هتلاقي الورم حصله ايه؟ كبر. طيب كبر ازاي؟ ما تقدرش تحكم الدايركشن بتاعه ايه؟ فهنا يجي يقول لك ان التيومر از انكنترولد. طب ايه انكنترولد؟ طب السؤال الثاني، يعني معنى كده ان السرطان او الورم خلايا هتقعد تكبر؟ حلوه قوي. ايه الهدف من الخلايا دي؟ ملهاش هدف. وبالتالي نوت فيرب بيقولوا عليك فيربوزليس. طيب هل الخلايا دي بيفتح طبيعي؟ هل هتفرز نفس السكريشن وتكون بنفس الموبايل؟ يبقى مفيش كوردينيشن ما بين السرطان وبين الخلايا. فكان في كوردينيشن كان الواحد زي الفل، ده انت هتستفيد ويبقى عندك خلايا كتيره والدنيا لذيذه. فيجي يقول لك ان هنا مفيش كوردينيشن ما بين الورم. الصفحه اللي عندكم دي تمام، الصفحه اللي موجوده دي هو كلام مقدرها مش اي لازمه الا الجدول اللي عندك تمام. الجدول ده مهم جدا. يبقى لو جيت قلت لك ايه الفرق ما بين النيوبليزيا وما بين الريبير؟ الريبير دي عمليه بتحصل عندي انتولوجي بصلح بيها الخلايا، والريبير دي هدف انا بصلح خلايا علشان اجيب خلايا ثانيه تكون بنفس الوظيفه. طيب طالما دي الهدف يبقى بيربط، طالما دي وظيفه بنفس الوظيفه بتاعت الخلايا دي كوردينيتد. وخد بالك ما فيش واحد دراعه بيتعور وايده بتتعور وبيلاقي في حاجات غريبه طلعت، لا بيرجع يبقى في كونتاكت. الكلام ده مفروض في الورم. الورم يفرق ايه الفرق ما بين الخلايا السرطانيه والخلايا الطبيعيه؟ الدي ان ايه بتاعها مجنون. طب طالما الدي ان ايه مجنون ولا في اوبي اوردر ولا كنترول ولا ليه هدف ولا في كوردينيشن مع التيشو. طيب بعد كده دخلنا في حته ثانيه برضو في الابنورمال جروث. ده كان في اول شابتر الادابتيشن. كنا بنتكلم في حاجه ان انت عندك خلايا اهي، والمفروض ان الخلايا دي دلوقتي كلها متلزقه في بعض صح؟ والمفروض خلاص مفيش حاجه هتيجي تاني، ولكن ساعات يحصل ابنورمال جروث ان في خلايا من نفس النوع تبدا تزيد. خلايا طبيعيه من نفس النوع ولكن بدا يحصل فيها زياده في العدد، وده مرض سميناه قبل كده هايبر بليجيا. طب سؤال واحد يجي يقول ايه؟ طب الهايبر بليجيا دي ليه؟ احنا قلنا كل ده. طب ما واحد يجي يروح سائلني سؤال ثاني، طب ما انت الورم قلت لي ان هو عباره عن خلايا وعماله تزيد زياده عن اللازم، ليه ما قلتش ان ده كمان يبقى ورم؟ لا حبيبي الهايبر بليجيا لو قطعت الاستيميوليشن عنها ترجع للنورمال. مين في اول السنه كنت قلت لكم في فرق ما بين الهايبر بليجيا والنكريم؟ الهايبر بليجيا ده عباره عن زياده في التصنيع، خلل في التصنيع، ولكن بمجرد ما هتقطع الاستيميوليشن كان هرمون عمال يعمل لك زياده، قطعت الهرمون ترجع للنورمال. بس عمرنا ما شفنا واحد سموكر وجاله كانسر لنج ووقف سموكنج والورم قلب. يبقى معنى كده ان الورم او الكانسر ان كنترول وبالتالي ايرفيربل، وده من ضمن الفروق اللي كانت عندنا. يبقى هو دايما بيقول لك ان انت بدات، وبيقول لك ايه هي انواع الجروث. عشان كده الشابتر بتاع الديستربنس اوف جروث للاسف طبعا مكتوب عندنا بترتيب غلط، كانوا بيحطوا الجزء بتاع الادابتيشن هايبر بليجيا والكلام ده كله في الشابتر ده اللي هو قبل النيوكليزيا على طول، فالدنيا كانت بتبقى مترتبه، هنا الدنيا خربانه شويه. طيب كده احنا درسنا ايه؟ قلنا انك جبت شخص وعملت له نورمال جروث وطلعنا كام جيرم لير؟ ثلاثه اللي هما ايكو بيرو ميتو. وقلنا كل لير من دول بتطلع كام خلايا؟ اثنين.
يا اما ايه يا اما ايه يا بتيجي وبتمسك. وبعد كده بدانا بقى نشوف العك ده، طب خلايا اتعورت هتصلحها، ده ريبير. طب ايه الفرق ما بين الريبير والنورمال والتيومر؟ الريبير دي هدف انك جاي تصلح خلايا باظت وجاي اجيب خلايا مكانها. الريبير ليه كنترول، ده بيسموه كونتاكت انيميشن، بعكس الورم مالوش كنترول. الخلايا اللي طلعت بتفرد نفس الافراز بتاع ده، ففي كوردينيشن. التيومر ولا ليه هدف ولا في كوردينيشن ولا في كنترول. وبعدين رحنا داخلين في حاجه اسمها هايبر بليجيا، وقلنا ايه الفرق ما بين الهايبر بليجيا والريبير؟ ده هو الثاني الريبير. بعدين في نوع تاني من الجروث اتكلمنا فيه على فكره. لو انت عندك ترانزيشن في السينما وبعدين الاوفر قرفتك فقررت ان انت تستبدل الابيثيليوم ده بالابيثيليوم تاني، رحت جاي الابيثيليوم جديد. طيب ايه الابيثيليوم ده؟ سكويمس. طيب نسمي الموضوع بايه؟ باسم سكويمس ميتابليزم. طب ايه بقى المشكله في السكويمس ميتابليزم؟ ده مش مكان السكويمس، الحته اللي انت جايبها دي مش مكانها، وبالتالي الخليه مش مرتاحه والدي ان ايه مش مرتاح. فبدل ما الدي ان ايه بتاع الخليه يبقى طبيعي يتقلب يتجنن، واحنا قلنا علشان تخلي الخلايا تبقى سرطان لازم تعمل ايه بالدي ان ايه؟ بوظ. يعني معنى كده ان سعادتك لو استنيت على السكويمس ميتابليزيا هتقلب لكانسر. وارجع كده هتلاقي في البلادر من ضمن المشاكل السكويمس ميتابليزيا كبتير بتاع. ليه؟ احنا عايزين عشان نعمل سرطان خلية واحدة بس بشرط اعمل ايه في الدي ان ايه بتاعها؟ ميوتيشن. عشان كده يا بشوات الناس بتوع هيروشيما وناجازاكي عندهم لوكيميا سرطان. ليه؟ القنبلة النووية لما اترمت عليهم طلعت اشعاع، الاشعاع عمل ايه في الخلايا بتاعتهم؟ في الدي ان ايه؟ ميوتيشن. فالميوتيشن ده نتج عنه ان الخلايا دي بقت ايه؟ خلايا سرطانية. عشان كده دايما كنا بنسمع عن حاجه اسمها كارسينوجين، مواد مسرطنه. طب المواد المسرطنه دي بتعمل ايه؟ بتيجي على الخلايا بتاعه جسمك وتقلب الدي ان ايه. من هم الدي ان ايه لك نيوتن، طالما الدي ان ايه الخلايا باظ كل حاجه جايه. طيب الجزء ده كله كلام قديم، نبدا بقى في الكلام الجديد. الصفحه اللي عندك في اول عنوان فيها كلمه كده كنا فوتناها اسمها ديس ليزي، كانت عدت علينا كده وقلت لكم ما تقلقوش هو ده وقتها. كلمه بليزيا يعني تصنيع. طب وديس باي، فاكرين ديس تروفي؟ ديس يعني باي، يبقى ده تصنيع باي من الاخر. طب ما انا علشان افهم التصنيع البايظ لازم يبقى عندي الستاندرد بتاع التصنيع السليم عشان اعرف اقارنهم ببعض. فعلشان تفهم الديسبليزيا، ودي اول رجل في الكانسر، الديسبليزيا دي مدخل الكانسر، لازم افهم النورمال تيشو بيتصنع ازاي. طيب تعالى كده ناخد تيشو ونشوف خلاياه ونشوف يعني ايه تصنيع سليم ومنه ابوظه اعرف التصنيع البايظ. نبدا على فكره ان الديسبليزيا كلها رسم. التيومر ما بتذكرش غير بس. هبدا هشرح زي مثلا مسكين. حلو. ايه الخط الاسود ده؟ فوقيه السن الخلايا، انا عايز الخلايا. الابيثيليا او الابيديرمس، حد عارف الابيديرمس بتتكون من كام ديت؟ عديت على الهيستولوجي؟ اربعه ليه. أربعة ليه؟ إيه هم؟ الليير الأولانية دي كانت بيزا الليير. طيب لما تيجي تبص على البيزا الليير تلاقي إن البيزا الليير كده الخلايا دي شكلهم عامل إزاي؟ مرصوصين جنب بعض بشكل تحس إنهم رصة واحدة. هل في خلية يمين أو شمال؟ لا. طب اتجاههم ايه بالنسبه للبيزنس ميمبرين؟ بيربنديكولار. في واحده فيهم مختله؟ لا. لما بيجي يبص بيعمل على التيشو، الدكتور لما بيجي يبص على التيشو بيعمل زي فكره زوم اوت، بصه من بره وبعدين بصه خليه على الخليه زوم اوت.
انت لما تيجي تبص كده زوم اوت من بره، تيجي تبص على الخلايا، شايف في حاجه نورمال؟ لا. شايف انت بتبص على ايه؟ على ترتيبة الخلايا جنب بعض، مترتبين ولا لا؟ مترتبين. وبتبص على ايه كمان؟ اتجاه الخلايا بالنسبه للبيزنس بلان، كلهم بيربنديكولار ولا لا؟ كلهم. طب ده طلع لي مصطلح هيستولوجي المفروض تبقوا عارفينه، اسمه بولاريتي. فايه البولاريتي ده؟ البولاريتي المقصود بيه الزوم اوت، اللي هو ايه؟ ان انت بتشوف الخلايا والترتيب الخلايا اللي جنبها، وبعدين من الاخر علاقه الخليه باللي حواليها. اتجاه الخلايا بالنسبه للبيزمنت ممبرين واحد، وترتيب الخلايا مترصصين جنب بعض ولا لا؟ طيب بتعمل بعد كده الزوم ان، يعني بتشوف ايه؟ بشوف الخليه. طب بتشوف ايه في الخليه؟ حاجه اسمها اكتيفيكاليتي. يعني ايه؟ بقارن الخليه دي بالخليه دي. طب بقارن ايه؟ دلوقتي لو جيت قلت لسعادتك الخليه دي اهي واللي جنبها اهي، في اختلاف في الشكل، الاثنين دايره صح؟ انت بتقارن خلايا نفس الليه، خلايا نفس الليه، عشان ما الاقيش واحد يقول لي ايه؟ طب ما هو في سكويمس ابيثيليوم شكل مختلف. انا بقارن خلايا نفس الليه، خلايا نفس الليه شكل واحد ولا لا؟ دي حاجه في الطب عايزين نسميها مونو، يعني وحيد مورفيزم، كلهم شكل واحد، بس انهي خلايا ذكي؟ نفس الليه. طيب تاني حاجه بيبص عليها، بيدخل بقى جوه الخليه ويشوف، يشوف ايه؟ يشوف دي مين ده؟ النيوكليس. بيشوف ايه في النيوكليس؟ الكروماتين اللي في النيوكليس وحجم النيوكليس. طب سؤال، حجم النيوكليس الطبيعي كام؟ بيحسبوه ازاي؟ بص هو بيعملوها كده، بيقيس حجم النيوكليس ويقيس ايه ده؟ ايه الابيض؟ ويقسم النيوكليس على السيتوبلازم. النورمال، النورمال خلايا طبيعيه، النيوكليس كام من حجم السيتوبلازم؟ ربع الى سدس حجم السيتوبلازم. يعني لو افترضنا ان دي 6 سم سيتوبلازم، يبقى النيوكليس كام؟ 1 سم. لو ده 4، من 4 ل 6 سم النيوكليس يبقى 1 سم. بيقيس حجم، ده ريشيو، بيقيس حجم النيوكليس وحجم السيتوبلازم. طيب السؤال، يبقى معنى كده ان كميه الكروماتين هنا رغم حجم النيوكليس صغير وكميه الكروماتين طبيعيه. طب كروماتين طبيعي بيقولوا عليه يو كروماتين، اسمه يو مش ايو، النطق الصح يو كروماتين، عشان في ناس كانوا بينطقوه ايو، ايو ده اسمه نطق غلط، اسمه يو كروماتين. حتى المدينه الفاضله اسمها يوتوبيا مش يوتوبيا، اسمها يو، يو يعني نورمال او مثالي. طيب النقطة دي تفيدك فين؟ دلوقتي يا ولاد، أنت ساعتك بتصحى كل يوم الصبح بتلاقي حجم جلدك زي ما هو، حجم خلايا جلدك زي ما هي. طب لو واحد عنده سرطان كل يوم الصبح تلاقي الورم بيزيد، طب ما معنى كلمة إن الورم كل يوم بيزيد؟ إن الخلايا باستمرار بتديفيجن. طب وإيه اللي يعرفك إن الخلايا باستمرار بتديفيجن؟ الخلايا عشان تبقى باستمرار في ديفيجن، يعني ميتوتيك ديفيجن، ايه اللي بتشوفه في الخليه تعرف الخلايا دي فيها ميتوتيك ديفيجن؟ انت الخلايا عشان تعمل ميتوتيك ديفيجن لازم تعمل دوبليكيشن في حجم النيوكليس بيكبر صح؟ يبقى معنى كده لما تلاقي دايما كده خلايا السرطان هتلاقي حجم النيوكليس فيها كبير كبير قوي، انت عارف ممكن يوصل الى درجه ايه؟ انه يقول لك نسبه النيوكليس السيتوبلازم 1:1، يعني معنى كده ان حجم النيوكليس ايه؟ كبير جدا. معنى كبر حجم النيوكليس حاجه واحده في الطب، ان عدد النيوكلياي او عدد الكروماتين جواها زايد، وعدد الكروماتين ما بيزيدش غير لما الخلايا بتبقى ايه؟ بتنقص في ديفيجن. فهو بيبص على النيوكليس ويقيس حجم النيوكليس في حجم السيتوبلازم. لو الخلايا دي تصنيعها طبيعي حجم النيوكليس كام؟ 1:4 او 1:6، يعني النيوكليس حجمها صغير. طب وبعد كده بيبص على ايه يا ولاد؟ على السايت. سؤال، دي قد دي؟ الحجم بتاع دي زي الحجم بتاع دي؟ يعني الشكل واحد، الحجم واحد، والنيوكليس واحد. كده سعادتك لما نيجي نوصل نقول ان البيزل لاير البولاريتي بتاعتهم اتفرقت زي بعض. يعني ايه زي بعض؟ مرصوصين ومتعامدين.
طيب اللير اللي بعد البيتا لير حد عارف اسمها ايه؟ البولي كده او ليها اسم ده على فكره اسمها البريكنج سيل. اللي دول ايه؟ ايوه تعالى بص على السيلز دي حجم واحد شكل واحد. طب البولاريتي بارلل للفيديوز ميري. يبقى سعادتك دلوقتي كل لير من اللير دي تيبيكال وبولاريتي واحده. طب عايزين نقلبها نعمل تصنيع بايز. تعالى بقى كده نشوف تصنيع البايز ده وارسم معايا. جنب بعض اللزقه في بعض وبربنديكولار على البيت الكوني. تعالى هنا ايه اللي حصل في ترابط المبنى؟ فكوا من بعض. طب ايه كمان؟ دي اتجاهها بربنديكولار، دي بارلل، دي جايه بمين؟ يبقى معنى كده ايه اللي حصل في البولاريتي؟ اول حاجه لص وبولاريتي. طيب خش على بعض. تعالى على تاني واحدة اللي هي مين؟ التيبيكاليتي. هل الخلية دي نفس شكل دي؟ نفس شكل دي؟ نفس شكل دي؟ لا يبقى حصل خلل بيقولوا عليه بولي أو بليو مورفين. فلما بتبعت للدكتور الباثولوجي وتقول له لو سمحت الفيديو ده احنا شايفين فيه لو سمحت تبص عليه. كل مشكوك صاين عندك ايه؟ مايكروسكوب. فيجي يبص يقول لك ايه ده؟ انا من بره كده ده زوم اوت اللي هو البولاريتي. انا شايف الخلايا مش مترتبه وكلها كل واحده متنفره في اتجاه ومفيش وجه تشابه ما بينهم. وبعدين يدخل يبص على كل خلايا يكبر يلاقي ان الخلايا دي شكلها غير دي غير دي غير دي تمام؟ وبعدين شايفين النيوكليس ان شاء الله قد ايه؟ كبيره قوي ضخمه جدا. طب ليه كبرت النيوكليس؟ شوف هنا النيوكليس كبرت ليه؟ صغيره. دي معناها تساوي حاجة واحدة ان في هنا ايه؟ هايبر كروماتيزم. هايبر يعني في زيادة في الكروماتيزم. بيقولوا ان انا عندي في هايبر كروماتيزم. امتى يبقى عندك هايبر كروماتيزم؟ لو دي ايه؟ كونتينوس ديفايدر. واحنا قلنا ان الورم ما بيوقفش تمام؟ وكل ما كان عدد الكروماتين كتير كل ما الديفيشن بتاع الورم كان سريع كل ما كان حجم الورم كبير. الحاجة الثالثة السايز. هل هم متشابهين؟ لا. فيجي يقول لك ان ايه اللي حصل؟ التصنيع في اي حاجه شبه بعض؟ فقد التصنيع، فقد التشابه التصنيع. بيسموها كده اتيبيكال او في ناس بيقولوا عليها انابليزيا. انابليزيا او انابلاستيك يعني ايه؟ غير متشابه خالص. تصنيع كل خليه مختلف عن التانيه. طب ليه كل خليه مختلفه؟ ان دي نيتها كل خليه مع نفسه. وانا قلت لك وانس دي نيتها خليه باظ فقدت الكنترول بتاعتها. بالمناسبه كلنا خلايا انا عايزه تاني بصراحه ولكن مين الحاجه اللي بتعملها انفكشن من سرطان تيومر سبريسور جين. عشان كده الناس اللي بتتولد عندها نقص بالتيومر سبريسور جين بعد فتره كبيره حتى لو قعد يعني بعد عن السجاير والحشيش وقال لك انا هتجوز بالفول واقعد على جنب لو هو عنده نقص في نقص بريتر دي هجيبه. طيب ده الفرق ما بين الديسبلينزيا والنورمال. في حاجه واحده بس مشتركه ما بينهم. بصوا في الرسم كده بتشوفوا ايه الحاجه الوحيده. هنا بقى دي النقطه اللي ندخل في الحته الجديده كده. احنا هنتخيل ان ده اي ابسيليم على فكره بيقسموه لثلاث اجزاء. اي ابسيليم مهما كان الثيكنس بتاعته بيقسموه لثلاث اجزاء. وادي البيزنس ميمبرين
تعالى بقى واحده واحده. الديسبليزيا اللي انت شايفها قدام ساعتك حصلت وبتبدا دايما في عندي كده وبتبدا اللور وان دايما الديسبليزيا بتبدا في التلت اللي تحت. يعني ايه اللي انت شفته في الميثيليوم في التلت اللي تحت؟ اهو دوز اوف بولاريتي الاله مضروبه وبليمورفيزم وهايبر كروماتيزم وانا خلصت الدنيا بايظه. طيب لو استنيت على العيان ده ايه اللي هيحصل؟ البولي هيدرال سيلز هي كمان هيبقى ايه؟ دوس اوف بولاريتي وهايبر كروماتيزم وكده. يبقى في الحاله دي الديسبريزيا خدت التلتين. طب لو استنيت عليه الابيثيليوم اللي فوق ده هو كمان هيحصل له ايه؟ دوس اوف بولاريتي زيه. يبقى معنى كده لو انت عايز تقسم الديسبريزيا كام درجه؟ ثلاث درجات. جريد واحد خد انهي جزء؟ اللور 1 سيرف. جريد 2 خد انهي جزء؟ اللور 2 سيرف. جريد 3 خد انهي جزء؟ كله. الليجن واخد كل الفوتس. طب ايه اللي حصل؟ الخلايا قلبت الى خلايا خلاص ده شكل دي خلايا سرطانيه. طب فاضل له ايه عشان يبقى خلاص؟ كلمه واحده ايه هي؟ يخرم الليجن. عشان كده راح مسمينا الديسبليزيا اسم الشيخ ومسألوا عليها ري انفيزيف كانسر المرحلة اللي ما قبل الكانسر. يبقى معنى كده لو جيت سألك قال لك يا ابني هو ايه الديسبليزيا ده؟ ده مش كانسر. ليه مش كانسر؟ عشان يبقى كانسر لازم يعمل ايه في البيزنس موديل؟ لازم يكون ده خلل في تصنيع. واهم كلمه وانت بتكتب في الديسبليزيا لو نسيتها هتنقص، لازم تقول له ان ده خلل في التصنيع. وانتك انت بروز له كلمه انتك كده هي دي اللي بيدور عليها انتك في بيزنس. طيب الخلل ده في صوره ايه يا باشمهندس؟ واحد دوس اوف بولاريتي، اثنين ادي بيكاليتي صوره بليفورمورفيزم وهايبر كروماتيزم الكلام ده وانكريز على النيوكلير فايتوزات بريك لسه هنتكلم في الليله دي. طيب ايه الدرجات بتاعتك؟ جريد واحد دي خد قد درجه الوان مثلا، جريد اثنين اللي هو جريد ثلاثة، جريد ثلاثة دي تفرق عن الكل كلمة. جريد ثلاثة دي يعني كل السكنس بتاعتك بايظة، يعني فاضل له انه يعمل انفيجن للبيت بالنسبة له. فسموا جريد ثلاثة اللي هي واخد فول سكنس دي سموها بري انفيجن كانسر، او في ناس سموها الاسم الدارج ان ده كانسر ولكن سموه كده كارسينوما ان سايتو. اسمع انسايتو مش انسايتو، ها؟ كارسينوما انسايتو. طب ايه كارسينوما انسايتو ده؟ يعني ايه كلمه انسايتو؟ هو الكانسر المفروض لوكالايز، يعني الواحد بيطلع ده بينتشر وبيروح في كل حته، بس ده ما ينفعش ينتشر صح؟ ده لسه فاضل له ايه عشان يبقى كانسر؟ انفيجن فيجن بريك. فبيقولوا عليه دي مرحله ما قبل الكانسر تمام؟ دي مرحله دايركت على طول قبل الكانسر. يعني العيان ده لو عمل انفيجن للبيزنس ممبرين بقى كانسر. طيب ايه بقى برنس كده دكتور قبل ما اشوفه زي كده يا ولاد؟ كان اسمه واتسون. واتسون ده كان في امريكا، كان عندهم مشكله كبيره قوي زمان ان كان في فتره كده بقى الكانسر سيرفكس كان بدا ينتشر، كان في الخمسينات او الستينات او اول الستينات. بدا واتسون ده يعمل تجارب واكتشف ان اغلب الحالات اللي عندها كانسر سيرفكس بتبقى فوق سن الاربعين، ما بين متجوزه بدري، ما بين هرمون بعض الهرمونات ولكن مش ده الهرمون، ما بين فيروسات، ما بين اكثر حاجه لها سيكشوال ترانسميتد ديزيز. فبدا يجمع الناس اللي فوق ال 40 ستات فوق ال 40 اللي هم فيهم الريسك. يعني مش هجيب كل الستات، اجيب ناس معينه هنبقى نفهم الريسك ده لما نوصل لخمسه قله. وبدا يعمل عليهم تجربه بيعمل تجربه هو بيجي لهم بيقول لهم كل ست شهور هتموت، هناخد مسحه من السيرفس عينه من السيرفس يبص عليها يلاقي الدنيا جميله ظريفه لذيذه يقول لها روحت عليه كمان. فضل على الموضوع ده شهور شهور شهور، وبعدين لقى بعض من الستات بدا يحصل ايه في السيرفكس بتاعها، بدا اللور 1 سيلد عندها يبقى
نص بولاريتي في موست هايبر كورنر. طيب اللور وان ثيرد ده كده وبسميها اسمها سبرينج. قال لي جريد جريد كورنر. قال لي السيت دي طب بص بقى الناس دول اول ما لقاهم كده قال لهم طب بصوا بقى لو سمحت بدل 6 شهور تعالوا لي كل 3 شهور. وبداوا يجوا كل 3 شهور مره 2 3 10 مرات. وبعدين فجاه لقاهم بداوا يجربوا الي. خد بالك هو ما بيعالجش، هو ووتش اند سي. يعني ايه؟ يعني سايبهم يعملوا اللي هم بيعملوه، سواء بقى سكر تنفيذ الجديد او اي حاجه، هو سايبهم ما بيتدخلش خالص، هو عايز يشوف الليله دي ماشيه ازاي. فهو لقى ان بعد فتره لقى ان الدنيا قلبت من جريد واحد الى جريد اثنين. حلو. قال لهم طب بصوا بقى هنقلل فتره المتابعه وتعالوا لي كل شهرين. حلو. كل شهرين بداوا يجوا، بعد فتره لقى ان في كمان جريد ثلاثه بدات تجي. يقلل السكات دي لو سمحت. معلش بقى احنا افاوت ان احنا ندخل في خمسه سيرفيس، فلو سمحت هنضطر نعمل عمليه ونمشي. تمام؟ نشيل السكات. الراجل ده ايامي قبل ما يعمل الموضوع ده كان كانسر سيرفكس عالي قوي. طيب دلوقتي بدا يكتشف كانسر سيرفكس قبل ما هو دلوقتي ده كده كانسر سيرفكس؟ لا ده بري انفيجن. فبدات نسبه كانسر سيرفكس تقل جدا. الراجل ده عمل ثوره جديده. وبالتالي بدا ايه؟ الراجل ده فكر وقال لك احنا نعمل ايه نقدر نتجنب ان احنا ندخل في كانسر سيرفكس؟ ان كانسر سيرفكس علاجه زي طبعا واحد من الاسئله يجي يقول لي طب هو ليه استنى عليها؟ ما لا اول ما لقى ديسبليت واحد هو كده ما بيعالجش راح شايل. بره في حاجه مش موجوده في مصر اسمها هيومانيتي. دي معناها ايه؟ الست دي ممكن تقعد 6 و7 و8 سنين في التجربه دي. طيب حقك خلص حقك ليش حياتك كانسانه طبيعيه تعيش. فاديها 7 او 8 سنين وبالتالي تخلف وتحمل وتولد وتعمل اي عايزاه. وبعدين اول ما خلاص بقى مش نافع خلاص هندخل على كانسر هنلاقي احنا عندنا طياره. انا عندي واحده بنت جات لي من 4 سنين كان عندها 19 سنه ولما جات لي كان عندها 23 سنه. اول كان جالها ورم في البطن ولكن الحظ السيء الورم ده ما كانش عميق وما كانش بين البنت. وكانت 19 سنه ولسه متجوزه بينها سنه 18 متجوزه متاخر طبعا فاتجوزت قعدت سنه ما بتخلفش راحت للدكتور هوب ايه ده طلع في كيس طبعا ما اعرفش ازاي قعدت سنه ما بتخلفش وجوزها ما اتجوزش عليها لقوا في كيس على الكوبري هوب حل الكيس طلع ورم. راحت للجزار هذا الجزار راح شايل الليله كلها مع ان هو كان ممكن يعمل حاجه. احنا في حاجه انا جالي سؤال في الدكتوراه اسمه فيرتيليتي انفيجن ازاي تحافظ على الفيرتيليتي. الست دي اصلا من الاخر كده كان المفروض يتشال الكيس بس كمان. فايه اللي حصل؟ الهاني مش قال لها اليوترس طفل شال الليله كلها تعامل معاه لانه هاي جريد. حتى في الهاي جريد مالجنا في تيومر بنشيل واحد بنسيب الثاني واحد. طب حتى لو الاثنين يقول لك بتشوف اوحش واحد فيهم بتشيله وتاخد اكبر قدر من الثاني تضحك يا عم خد منها اوفر خد منها اوفر تمام واعملها بلانك امشاك وكده شال. ولكن الحظ السيء كان انا جنبي الاستاذ وبعدين ما ببص في التقرير كنت بتتابع بقالها 4 او 5 سنين ببص في التقرير عشان اعمل لها قرار بلاير كده ببص لقيت ده لان الست دي اكتشفت لو ايه بقى الدكتور الشيخ في البلاد كان المفروض ما يشيلش ليها وكان المفروض كده وكنت هتخلفني الست كل اللي بتفكر في حاجه واحده جوزها اللي اتجوز عليها دكتور مصري بسيط اتجوز عليها بعد سنه واتطلقت تمام ليه؟ لمجرد اللص اوف هيومانيتي هي دي النقطه اللي مش موجوده يعني بص دي دورت عليها كتير مش لاقيها نلاقيها. فالفكره ان الناس دي لو جت بتفكر في حاجات لسه احنا ما وصلناش تمام؟
ان هو انا لازم. طب خد بالك بقى من الجديده دي الكارسينوما انسايت. الراجل اللي سموكر هجيب كانسر تمام. ففي بقى برنس راح جايب السموكر كلهم قال لهم تعالوا حبايب قلبي تمام وهنعمل تجربه. وبدا يعمل معاهم تجربه جديده قوي. بص هو مبدئيا الكانسر لانج زمان بيقولوا ان الصم هو من زمان هو حاسين ان هي لحد دلوقتي 90% من الكانسر لانج ايه بسموكر. بس حاليا طلع انواع جديده من الكانسر لانج بقالها فتره وبدات تزيد وكومن في الفيميل ونون سموكر تمام. فغالبا غالبا اعتقد ان هم ممكن يقولوا ان السموكر بعد كده مثلا هيعمل بروتكشن من الكانسر. يعني بص واحد قاعد في حاله ولا سموكر ولا بتاع على اول طرمة وبدأت النسبة دي. طيب الباشا ده عمل ايه؟ جاء كل الناس كل الناس السموكر بس اللي هم ايه بقى؟ واحد يعني بيقول فظيع بيشرب له ثلاث اربع علب في جسمه جابهم كلهم. تعال هنعمل عليكم تجربة. ايه هي؟ كل اربع خمس شهور تفضل زي ما انت هو ما بيعالجش تمام؟ تفضل زي ما انت تشرب سجاير. حلو. لا بعد فتره السموكينج بدا يعمل ايه في الخلايا بتاعته الاسبيرات بدا يغيرها بدا يحصل فيها ديسبليزيا. فلا في بدايه الموضوع بدا بديسبليزيا جريتي دي الواحد دي قال لك تقعد ديسبليزيا جريتي واحد حبايب ثاني مين فيكم اللي عايز يبطل خلاص كده دخلته في اول طريق تمام دخل في اول طريق كذا. فناس قال لهم مين فيكم عايز يبطل جروب قال له لو سمحت احنا هنبطل تمام وجروب ثاني قال له ولا يفرق معايا لا الجروب الاولاني اللي بطل اللي هم جرين 1 لا ان غالبيتهم فضلوا زي ما هو او الديزيز رجع للنورمال. طب واللي كملوا في التدخين دخلوا في جريد 2 راح يعني هو كان عنده جروب كبير قوي جرين 1 قسمهم دول سموكر ودول نانو سموكر. النانو سموكر غالبيتهم روحوا ليه؟ لانهم الدنيا بقت ظريفه ولذيذه وخلاص. الجروب اللي كمل سموكينج لقى في منهم ناس دخلت في ايه؟ في جرين 2 قال لهم حبايب قلبي تعالى مين فيكم يا اولاد عايز يبطل ومين فيكم عايز يكمل؟ في ناس قالت لك انا بطل وفي ناس قالوا له اوعى تمام؟ انا مكمل معاك اصلا. فالفكره بقى في لو ان جروب 2 اللي بطل فيهم زي الفل رجع خد وقت اطول شويه بس رجع. اما الناس اللي ما بطلتش شويه شويه ودخلوا في جروب ثلاثة في بقى لحظات الندم جه قال له حبيبي انت حضرتك الفيجن للبزنس برين فناس جت قالت لك احنا هنبطل وناس قالت احنا هنكمل. لقى ان اللي بطل واللي ما بطلش في جريد ثلاثة دخل في الفيجن. من هنا تفهم ايه؟ ان جريد واحد ريفيرسبل ولا لا؟ طب جريد اثنين جريد ثلاثة باي باي البرد. عرفت ليه واتسون اول ما شاف جريد 3 كان بيشيل تمام. ادي الديسبلاي. طب اخر حاجه بقى هنتكلم عليها هي الانجليزي. طب لو واحد من الناس عايز يدي تعريف للانجليزي عايزين نعرف الانجليزي هات كده الجدول بتاع الانجليزي ده كنترول ولا ان كنترول ليه هدف؟ لا ملوش هدف. وليه بلاوي عامل؟ طيب بصوا يا اولاد لما جم سموا الانجليزي راحوا مسمين الانجليزي اكوردنج ليه يا اولاد بيحط لفظ سفكس كده في الاخر كلمه كومن. بس خد بالك لما تيجي تسمي دايما اقلب الاسم التيشو لاتيني وحط جنبه كلمه كومن. بمعنى لو انت عايز تطلع تيومر في ليفر بتخليه باتون. لو عايز تطلع تيومر في كيدي افروم انا ولا ده تمام. طيب لو عايز تطلع تيومر في المينينجيز منجيز ايه منجيز ليجيوم. طب من بون تيومر كارتج كنترول واحد. فهم بقى دلوقتي نبدا البدايه الحقيقيه للنيوجين. هو ده بقى الكلام. الكلام ده اللي فات كله كان الانترودكشن. نبدا بقى الكلام المهم عندنا. اللي انا بقوله هو اهم حاجه في القصه دلوقتي.
احنا لما جينا قسمنا التيومرز، لو جيت قلت لسعادتك انا عايز اقسم التيومرز، التيومر بيطلع منين يا باشا؟ الخلايا. طب ما انت عندك تقسيمه للخلايا. ايه تقسيمه الخلايا بتاعت سعادتك؟ ايتوديرم واندوديرم وميزوديرم، صح؟ كل واحد من دول يا باشوات بيدي ايه؟ ابيثيليوم وميزنكايم، ابيثيليوم وميزنكايم، ابيثيليوم وميزنكايم. طيب التيومر بيطلع منين؟ من الخليه. يبقى هي ايه؟ يا ابيثيليوم يا ميزنكايم. طيب هيطلع من كده لما انت تيجي تتتبع كده، طلع ورم من الابيثيليوم. دي مثلا اكزامبل من الاندوديرم الابيثيليوم بتاعتهم، مثلا الديرم والاندوديرم الابيثيليوم الميزنكايم بتاعه مثلا يكون لو انت هتطلع من الكونكتيف تيومر اللي هو الفايبرس فيتو يبقى اسمه فايبروم. طب ولو هطلع من الابيثيليوم ده تيومر الجلاند اللي اسمها لاتين يبقى ادينو. ادينو يعني كده انت طلعت الورم ده الفايبروم من كام جرم ليه؟ الفايبروم ده طلع من انهي جرم ليه؟ من الاكتوديرم، يبقى 1 جرم ليه، صح؟ يبقى الفايبروما طالع من الميزنكايما سيلز بتاعه الاكتوديرم، يبقى 1 جرم ليه، صح؟ طب لو جيت قلت لك الادينوما طلعه منين؟ من الاندوثيليوم، من الاثيليوم بتاع الاندوديرم برضه 1 جرم ليه. فاغلب التيومر، اغلب التيومرز بتطلع من كام جرم ليه؟ واحده، وبالتحديد خليه فيهم يا ابيثيليوم يا ميزنكايما. انا هقول لك في الغالب التيومرز الاورجن بتاعه هي خلايا. في استثناءات. ايه بقى الاستثناءات؟ في البريست، الاستثناءات دي هي البريست عشان ما حدش يستعجل علينا. البريست يا ولاد عباره عن ايه؟ جلاند، صح؟ اهي فلما يطلع منه بلاين تيومر بنسميه ايه؟ ادينو. طب بين الجلاند، هو البريست عباره عن جلاند بس؟ ما احنا قلنا كده في فات، بس الفات ده سوبرفيشال. قلت لكم قبل كده تعريف البريست ايه؟ فايبر فاتي جلاندولار اورجن. يبقى في فات وفي جلاند وفي ايه؟ فايبرس. طيب لو انت طلعت ورم من البريست يبقى اسمه ايه؟ من الجلاند دي ادينو. طب لو طلعت ورم من البريست من الكونكتيف تيشو يبقى اسمه ايه؟ فايبروم. طب لو طلعوا مع بعض فايبروم. في الحاله دي طلع من كام جرم؟ من اثنين، تمام؟ او ممكن يطلع من هنا ومن هنا. يعني انا عايز اوصفه لك ايه؟ ان بيقولوا عليه ميكس. يعني ده مش طالع من سنجل سيل، ده طالع من كام سيل؟ من خليتين، والخليتين مختلفين عن بعض، واحده ميثيليوم وواحده ميزنكايم. ده اللي انا عايز اوصله. طب ده كومن؟ لا، مش ده الاساس. الاساس ان الورم يطلع من كام خليه؟ خليه واحده. طب لو طلع بيسموه كده ميكسد تيومر. طب تعالى بقى الحته التركيه اللي جايه، مين الخلايا اللي مطلع لك الثلاثه دي؟ الناحيه اسمها ايه؟ بلوريبو حبيب قلبي. البلوري بوتل موجودة في جسمنا عايشين بيها؟ فين؟ هما بيقتلوا البيوت دي. البلوري بوتل يا احنا لما هنموت هتبقى قاعد تشرحها وبعمل تمام؟ البلوري بوتل موجود في جسمك في أربع أماكن، في الكوكسكس، في الديستس، في الأوفري، وفي البرنية البرنية. في البرنية البرنية الغدة الصغيرة، تمام؟ طيب لو انت محتاج ايه علشان تخلي الخلايا اللي بسرطان الدنيا بتاعها اقلبه. الخلايا دي موجودة فين؟ موجودة في جسمك. لو الدي ان ايه بتاع الخلية دي قلب لسرطان، الخلية دي الدي ان ايه بتاعها اتقلب، هتقلب ايه ده؟ يبقى تيومر. التيومر ده يطلع لي كل حاجة حتى. يعني يعني تلاقي فيه شعر، تلاقي فيه جلان، تلاقي فيه حتة بون، تلاقي فيه كل حاجة. طيب البلوري بوتنت بتاعتنا كده واحنا بنشرح قلنا دي بتتكون منها ايه؟ الطفل، صح؟ فجم راح مسمين اسم الورم اسمه عبيط قوي، تمام؟ قال لك دلوقتي ده مش كأن الخلايا دي هي الخلايا اللي هتكون الطفل، فبدل ما تكون طفل كونت ورم. فراحوا مسميين الورم ده تيراتوما. طيب تيراتو في الفارما يعني ايه؟ تيراتوجينيك، صح؟ فقالوا ده الورم المسخ.
لان الصوت ده المفروض كان هيبقى طفل ولكن قلب الى ورا. يعني ايه التوتي بوتنت سيل ده؟ سوري البلوري بوتنت سيل دي كانت المفروض انها هتطلع ايه؟ هتطلع طفل صح؟ لو حصل فيها اريتيشن وستيميليشن تطلع لك طفل. بس ايه اللي حصل؟ هي حصل فيها اريتيشن من نوع تاني انها قلبت الى ايه؟ الى تيومر. طيب التيومر ده ساعات هتلاقي فيه ايه؟ فيه طفل عنده تيومر تلاقي فيه كل شعر وبون وهير وديت كل حاجه موجوده وجلان كله وسكريشن. فسموا ده ايه؟ تيراتوما. كان التيراتوما ده من حاجات كوميديه كانت صحفيين نص لب كده صحفي مش فاهم اي حاجه في اي حاجه ويحب يكتب خبر كده تمام ويعمل فرقعه زي كان في حاطه في المايك وحاجه اسمها المارسا واحد صحفي راح للدكتور وقال له ايه ده؟ قال له ده مرسى. فعمل تريكك وقال لك ده فيروس جديد جاي بقى من الفضاء ولا مش عارف المرسى اي هبل وكتب عنوان كوميدي جدا فيروس المرسى تمام. المرسى ده ايه؟ ميديسيلين ريزيستنت بكتيريا. يعني هو قال لك بقى في فيروس جديد وبيجي في الجو وبيعمل بلاوي ومش عارف ايه والمؤامره واي هبل كده تمام. هم جايين تمام فراح جاي اي هبل كده تمام فضيحه اصلا تمام. نفس الراجل ده بقى تربيت ايده واحد كده تربيت ايده راح للدكتور لقى ان في مريض عنده تيراتوما ولكن هذا الحظ السيء التيراتوما بتاعت الشخص ده كانت طالعه تمام. والراجل عمل عمليه وكده فرايح بقى ايه لو سمحت منظور انا عايز افهم ايه ده طبعا انت عارفين منظور مش فاهم اي حاجه فراح للدكتور عايز يفهمه فالدكتور قال له ده ورم ايوه يعني قال له يعني من الاخر ده ورم بيطلع كده بدل ما الخلايا كانت تكون طفل طلعت ورم تمام وبيسموه الورم النسا. تاني يوم في الجرايد فضيحه بالضغط العريض رجل حامل في خصيه مسخره انت فاهم انت كتبت ايه؟ اي خالص ارمي تمام؟ فالتيراتوما بيطلع في الحته دي كومن قوي في التست والاوبن تمام؟ وانا بدرسه في الديسبيشن خد بالك بقى الليله ماشيه ازاي؟ انت عندك ثلاث انواع من الاورام اكوردي من الاوريجن يا اما ابيثيليوم يا اما ميزنكاي. طب ميكس اكتر من كذا لير تمام. الدي ده بقى التيراتوما ده مهم قوي يعني طبعا التيومرز دي هندرسها بالتفصيل بس اكتب لي اول حاجه على اكوردي من الاوريجن سؤال اعمال سنه تقريبا كل سنه بيجيبوه في كومبليت اكوردنج للاوريجن اللي احنا لسه قايلينها اللي هي الابيثيليوم والميزنكايم اللي هي الميكس التيراتوما يا بنتي يا بنتي. طيب اكتبي اكتبي بس عشان ما تجيش تساليني السؤال التقليدي ايه اللي انت كنت بتقوله. طيب دلوقتي بقى يا شباب لا هتطلع في جدل انتوا ما سمعتوش هو كان بيقول عندها ورم وبالجن وده مس من الجن اول الترم الثاني السنه اللي فاتت العيال عملوا ايه؟ تعالى والله كنت هتفق نفسي هي بتقول له الورم فيه شعر ومش عارف ايه وبتاع قال لها ده بس من الجن وروح اعملي رقيه شرعيه مش عارف ايه عالج التراكم معمول لي عملي واخدين من قطرها حاطين شعر مش ناس والله العظيم بجد يعني دلوقتي يا بشوات الجدول اللي انا همليه دلوقتي هو واحد من اهم الجداول الثلاث جداول اللي جايه دول هم اهم ثلاث جداول في الباثولوجي والشابتر ده هو اهم شابتر ففي جدول كده اهو
الصفحة رقم 154 ده نبدأ فيه أهم شيء. الجدول ده في مين؟ هيعرفك ازاي هتكتب، تمام؟ احنا دلوقتي قسمنا الورم اكوردنج للاوريجن اللي ممكن يكون طالع منين؟ من ايكوديرم ومن دورم وميزوديرم. وبعدين احنا مقسمين كل واحد من دول من ايكو والاندوميدو الى ايه؟ الى ابيثيليوم وميزنكايم. وقلنا في الغالب يا اما بيطلع منين يا منين؟ من ابيثيليوم يا ميزنكايم، لانه بيطلع من ايه؟ من خلايا واحده. موضوع الميكسد والكلام ده كله. طيب تعالى بقى نمسك الابيثيليوم بتاع جسمك. ايه انواع الابيثيليوم اللي في جسمك؟ الابيثيليوم بيفرز سكريشن اسمه ايه؟ جلاندولار ابيثيليوم. والابيثيليوم ما بيفرز سكريشن، امال وظيفته ايه؟ حمايه. طيب اديني اكزامبل للسيرفس ابيثيليوم اللي قدام ساعتك، تعرف ابيثيليوم سيرفس؟ ما اسموش سكين ده؟ تمام؟ لان الاسكويمس ابيثيليوم ده موجود فين يا شباب؟ في السكين، في الاسوفيجس، في الفاجاينا، في الانر كانال. فالورم اللي هيطلع هنا هو هنا هو هنا هو هنا. طيب في ابيثيليوم ثاني سيرفس ملوش اي حاجه وبيبطن البلادر وما بيفرزش اي سكريشن، ترانزيش. طيب الجلاند اقلب الاسم لاتيني ادي الميزنكايم. اديني يا ابني اكزامبل الميزنكايم، اي حاجه غير الميزنكايم زي البول، الكارتج، البلاد فيسل، البوم مارو. هقتلي البوم مارو غابش دي ريجنريتنج ده المصل، تمام؟ الفايبرس تيجي وهكذا، والفات. تعالى بقى اقلب كل واحد لاتيني، البون باللاتيني اسمه والكارتج كله، والبلاد بيسل انجل، والمصل مايو، والفات لايبو، والفايبرس تيشو زي ما هو فايبر. عايزين نسمي، خد بالك الفكره في ايه؟ انت لما هتفهم اسم الورم هتعرف المسمى ده ايه. بمعنى هنبدا نطلع اورام حميده بناين، لو جيت قلت لك السكين ده هيطلع منه ورم، الورم هيبدا يكبر صح؟ هيطلع لفوق كده زي الصباع، نسميه بابيلو. فاي سيرفس ابيثيليوم يطلع منه ورم حميد بسميه بابيلو. طب كم بابيلوما كده عندك؟ سكويموس بابيلوما ترانزيشن بابيلوما. طبعا البابيلوما دي ايه؟ شيل وخلص، ولا في اي علاج تاني، هو بس كده. طب الجلاند لما يطلع منها بناين تيومر، حط جنبه بس كلمه كوما، يبقى اسمه ايه؟ ادينو. طب الميزنكايما عايز اطلع منهم ورم حميد، حط لهم كلمه كوما، واديني اوستيوما كوندروما انجيوما مايوما فايبروما لايزوما. طب ده بقوله ايه؟ بمنتهى البساطه تدخل في الامتحان تلاقي واحد يروح راقعك سؤال، ايه يا ابني البابيلوما دي؟ تقول له انت عارفها ايه؟ بناين كويما او حتى بقى ما يحدد سيرفس ابيثيليال تيوب، تمام؟ ادي التعريف. طب جه قال لك ايه يا ابني الادينوما دي؟ بناين جلاندولار ابيثيليال تيوب، تمام؟ جه قال لك ايه الكوندروما؟ بناين كارتج او ميزنكايمال وهكذا. علشان لما تيجي تسال ما تعملش زي الواد ده بازيكاس لما دخل وسال في السوسوما راح اضاف اضافه من عند برضه من لجنه. تعالى بقى خش على الثقيله المالجننت، وده الاهتمام كله بيها. في المالجننت المسميات هتختلف، بمعنى سيرفس كريسيجن تيومر هشيل كلمه بابلوما خالص واحط كلمه كارسينوما. فمعنى كده ان الابيثيليوم عندك هيسموه سكويموس سيل كارسينوما او ترانزيشنال سيل كارسينوما. فكر كده في البلادر، فكرها كده معايا. كان بيحصل ميتابوليزا، قلنا الميتابوليزا دي هتتجنن الخلايا، كان اسمه ايه؟ سكويموس كارسينوما.
خد بالك المساله بتدرسيه فرنسيه بقى سكوين مثلا مجانين يتقلب لمالجنا تبقى. طب الجرام تيومر هشيل كلمه اوما خالص واحط كلمه وعنده كارسينو يبقى اسمه ايه؟ ادينو كارسينو. هلاقي بقى واحده دماغها في الطراوه تقول لي ادينوما كارسينوما. ده اختراع تمام؟ ده ما فيش حاجه اسمها ادينوما كارسينوما دي. ودي بصوا عشان الكلام ده بينرفز الدكاتره في الشفوي. ما في ما تغلطش غلطات في نيوبليزيا. ما فيش حاجه اسمها ادينوما كارسينوما دي تمام؟ اسمها ادينو كارسينوما. ما فيش اوما، شيل اوما خلاص. طيب والميزنكايمال هتشيل كلمه اوما وتحط كلمه ساركوما. كوما كوندروساركوما انجيوساركوما مايساركوما فايبروساركوما رايبوساركوما. طب دي هتفرق معاك في ايه؟ سعادتك دخلت كده درويش ماشي كده خفيف مش في اي حاجه وجيت السؤال في الامتحان مثلا راح جاي قال لك ايه يا ابني الانجيوساركوما؟ احنا هناخد جدولين دلوقتي، جدول بيختار ان البناين والمالجنا. طب الجدول ده مش ولا ده، الجدول ده هو اهم جدول مقارنه في الباثولوجي كله. ليه؟ الجنرال باثولوجي والسبيشال باثولوجي اهم جدول فيه. الكومنت اللي هنكتبه في البروس منه، الميكروسكوب منه، ولو اتزنقت في حاجه مش عارف تكتبها لو جيت اولا ده الجدول ده بيديك الكاركتر بتاعت البناية كلها. لو جيت قلت لك اتكلم لي يا ابني عن دابيدو رحت جاي رازع الكلمتين اللي مكتوبين عند سعادتك في الجدول خدت 8 من 10 من ضايع ومش فاهم حاجه بس عارف الجدول. يعني جالي عيل تمام ضايع من اربع سنين جه قال لي لو سمحت انا هديت من جديد خدت نفس وهديت نفسي تمام. جاي على اهم الكابتر وراجع ادخل من غيره. قول لي يا ذكر ايه؟ قلت له ذكر تمام؟ ليه؟ ما هم دول انت هتدخل كده خفيف وطيع ومتألف. جالك كوندروما وسألك فيه مش بناين ارزع يا ابني جدول البناء هتلاقي نفسك بتاخد درجات من الهواء تمام؟ طيب تعال نكمل المسمى اوعى تغلط في الاسم لما يقول لك بابيلوما بناين سيرف سيسيليا ادينوما بناين جلاندولا اوما اهم. طيب احنا بعد كده بقى ناخد الجدول المحترم بيقارن ما بين الكارسينوما والساركوما لان المالجنان هو الاهم. تعال نبدا بالبناين. بص الجدول بتاع البناين والمالجنان ده فيتال قوي وبيجي دايما في الامتحان. لسه جاي من سنه باين من سنتين عملت سنه واخر سنه. الجدول ده علشان تذاكره صح ابدا اول حاجه بالمايكروسكوب. عايزين نقارن مين بمين؟ البناين بالمالجنا. طب سؤال تاني، ما انت عرفت منين ان ده بناين ولا مالجنا؟ بترجع للستاندرد، بتقارن بالستاندرد عندك. عشان كده يا باشمهندس عارفين دايما لما بيجي يشيل ورم بيشيل ما بيشيلش الورم بس، بيشيل جزء من النورمال تيشو، سيفتي مارجن، ودي ليها فوائد كتيرة. من ضمن الفوائد دي انه هو بيديله عينة من النورمال تيشو علشان يشوف النورمال تيشو ويطبق الكلام عليه عشان يعرف ان ده ورم ولا لا. طب اديني اكزامبل. احنا النورمال تيشو كنا بنشوف اي تيشو يا ابني عباره اي تيشو عباره عن تيشو ده تركيبه ايه وبين الخلايا وما بين بعض في ايه؟ طب تعالى كده اديني اكزامبل. ادي الخلايا دي، الخلايا اللي انت شايفها قدام ساعتك بيعلق على اي خلايا في واحد البولاريا يعني هو دلوقتي بيعلق على السيل. البولاريا ايه المقصود بالبولاريا؟ اللي قدام سعادتك دي جلاند مبسوطه جنب بعض صح ومترتبه زي بعض الدنيا زي الفل ماشي ومفيش حاجه فوق حاجه ولا حاجه ابنورمال. وبعدين تاني حاجه بيعلق عليها هي التيبيكالش بيعلق على ايه عشان تبقى نورمال؟ يلاقي النيوبيا حلوة جميلة لذيذة صح؟ الخلايا حجم واحد ولا لا؟ شكل واحد ولا لا؟ الدنيا كلها مظبوطة. وقلنا إن النيوكليس بالسيتوبلازم ريشيو كان المفروض الصح 1:4 إلى 1:6 ده النورمال.
طب في حاجه ثانيه بيبص عليها غير الخليه؟ اه يا حبيبي غير الخليه، غير الخليه الديش اللي موجود. هي الخليه دي بتتغذى بايه؟ بالانترستيشن موجود فيه. يبقى اي تيشو، سمعت عن حاجه اسمها الاستروما؟ التيشو ده عباره عن ايه؟ كلمتين، خلايا واستروما. الاستروما دي اللي هي ايه؟ اللي عايشه فيها الخلايا. طيب اللي هو عباره عن الكونكتيف تيشو، تمام؟ فالاستروما بتاعتك ايه اللي يهمك في الاستروما دايما؟ البلازما. سؤال، بصيتوا على تيشو قبل كده طبعا تحت الميكروسكوب في الاستروما كده؟ التيشو ده عدد البلاد فيسلز فيه قد ايه؟ يعني مثلا بتلاقي 50 60 بلاد فيسلز، واحد او اثنين، وده طبيعي. ليه؟ عندي عدد محدود من الخلايا، كل 10 15 خلايا ليهم ايه؟ ليهم بلاد فيسلز. فالعدد محدود من الخلايا الدنيا هتنزل. هنيجي بقى نطبق الكلام ده على البناين والمالجنزي. هندرس خليه البناين وبعدين ندرس خليه المالجنزي. انا هرسم لك كل مره هنا بس كده مصغر للنورمال تيشو. ده النورمال اهو اللي انا هرسمه كل مره بالازرق، ده النورمال، واللي هرسمه بالاسود هو الطبيعي. وبعدين ادي التيشو. الله، جميل قوي. ايه الفرق ما بين التيومر البناين والنورمال؟ البولاريتي زي ما هي، تقريبا زي ما هي. الخلايا المورفولوجي زي ما هو. الله، يبقى اكيد اللحمه في النيوكليس. برضه النيوكليس زي ما هي. لا، امال ايه ده؟ البلاد فيسل هنا واحد او اثنين، هنا واحد او اثنين. يبقى كان البناين تيومر ما هو الا ما تيش، ما قلتش عليه ما تيش. اصل العدد زايد. عدد هو انت ايه اللي خلاك تاخد منه عينه؟ انه عمل ورم، صح؟ طب ما انا ما قلتش ليه عليه هايبر بليزيا، لان انا لو عالجت الهايبر بليزيا هترجع للنورمال، بس البناين تيومر حتى لو وقفت الستيمولس يبقى معنى كده يا باشوات ان انت تحت الميكروسكوب لما بتيجي توصف البناين تيومر كانك بتوصف نورمال تيشو. تعالى، في بولاريتي ولا مفيش؟ في، يبقى البولاريتي موجوده. تاني حاجة، بص الزوم ان على الخلية، مونومورفيك ولا بليومورفيك؟ مونومورفيك. الكروماتين نيو كروماتين ولا هايبر كروماتين؟ الكروماتين نورمال، كل حاجة طبيعية. طيب، درجة التشابه ما بين الورم وما بين التيشو اللي طالع منه، دي بيسموها درجة التماثل. المصطلح ده ما بيتقالش غير في التيومر بمعنى التماثل، كلمة ديفرنشيشن، محدش يفتكر كلمة ديفرنشيشن يعني اختلاف. لا، كلمة differentiation في الباثولوجي في النيوبليزيا يعني تماثل. طب درجات التماثل ايه؟ لو تيبيكال شبهه يقولوا عليه differentiation، لو مختلف شوية مودرن، مختلف أكتر بور، مختلف تماما مفيش تشابه ما بين الورم وما بين التيشو اللي طالع منه يسموها undifferentiated. سؤال، ايه درجة التشابه ما بين الورم والترتيبة بتاعته خلاياه والتيشو اللي طالع منه؟ هو هو، يبقى اديها درجة الويل ديفرنشيشن. قول بس ويل ديفرنشيشن. طب سؤال، الورم الحميد بيكبر في وقت زمني طويل جدا، صح؟ بمعنى انا عندي مثلا في حالة برين تيومر كبيرة 15 سنة، بينهم 15 سنة عند الورم، تمام؟ ولكن الورم كبر فين؟ 15 سنه لدرجه وقتها هنا بقى قال لك لا سوري انا مش هقدر استحمل الاعراض اعملوا لي عمليه، بس قعدت كام سنه؟ 15 سنه. طب عارف بقى ده ورم خبيث عندنا دلوقتي قد ايه؟ 3 شهور. شايف الريشيو 3 شهور ومقابل 600 شهر مثلا، 600 شهر حاجه رقم مبالغ فيه، تمام؟ فانت بتتكلم في ايه؟ ان 15 سنه مقابل 3 شهور ما ينفعش اقارن الاثنين. هنا الدنيا سريعه. طب ليه هنا الدنيا، عرفت منين ان الدنيا هنا بطيئه قوي والدنيا هنا هتبقى سريعه؟ بص على ايه ده؟ الميتوتيك ديفيجن والماكرو والكروماتين. احنا قايلين هنا الدنيا ايه؟ يو كروماتين. فمعدل الديفيجن بطيء زيه زي بتاع النورمال، بس يفرق ايه عن النورمال؟ انه ان كنترول.
بمعنى ساعتك لو تعورت الجرح بياخد وقت عقبال ما يجي صح؟ اسبوع 10 بس بيقف بعد كده. الجرح اللي انت شايفه الصغير ده خد شهر عقبال ما يلحق مش كده؟ لان معدل النمو بطيء. طب الورم الحميد هيبقى بنفس معدل النمو بتاع الخلايا، بس ايه الفرق ما بينه وما بين خلايا جسمي؟ انها انكنترول. يعني ايه؟ مفيش وقت ما بيوقفش. فالفكره ان البلاين تيومر كانك بتشوف ايه؟ نورمال تشو بالظبط. وعشان كده لما بنيجي نعالج البلاين تيومر علاجه حاجه واحده، ايه هي؟ شيل وبس. جراحه. ليه؟ ما انت طالما شلت يبقى خلاص خلصت من المصيبه دي. طيب كده انت بتتكلم على الجزء الاولاني السلف. تعالى كده وصف لي السلف البلاين تيومر. كاني بوصف بعينك بتوصف نورمال مونومورفيك ونيوكليوريش 1.4 1.6 الديفرنشيشن ويز ديفرنشيت. الدنيا لذيذه قوي. طب سؤال، معدل نمو الورم سريع ولا بطيء؟ بطيء جدا، بطيء جدا، فيوصل لاحجام صغيره. السؤال الثاني بقى، الخلايا اللي بتيجي الكتيره اللي الخلايا، مش انت في خلايا جديده هتيجي عندك؟ الخلايا دي عايزه بلاد صفراء صح؟ سؤال، عايز كام بلاد صفراء؟ قلنا كل 15 20 خلايا محتاجه واحد صح؟ انت معدل النمو عندك هنا ايه؟ بطيء، يبقى احتياجك للبلاد سبلاي قليل. طيب يعني معنى كده عندك وقت تصنع بلاد سبلاي ولا لا؟ عندي وقت طبعا، انا فاضي ما بعملش اي حاجه. فلما التيومر يدي اوردر للبلاد فيسل تتكون دلوقتي، يتكون في وقت زمني بطيء. فطالما بيتكون في وقت زمني بطيء، يتكون على نار هاديه بقى. اصنع انتما، اصنع ميديا، اصنع ادفنتيشيا، الجول بتاعه يبقى ايه؟ وين فور. بس عددهم قليل، فيجي يقول لك الاستروما بتاعت التيومر البناين سكانتي، مقصود كلمه سكانتي يعني ايه؟ يعني عدد البلاد فيسل ايه؟ قليل، بس في المقابل ويل فور. طيب. امال ايه الفرق ما بين النورمال والبناين؟ ده كائن نكوبي بس هو العدد زياده ولكن ما بيجيبش النتيجه العلاج، فبضطر ان انا اعمل ايه؟ لا الخلايا فانكشن كوردينيت هو كانه نورمال. عشان كده انت بتسمع عن حاجه اسمها بيتيوتري ادينوما صح؟ ده اللي هو الناس اللي بيجي لهم جايجانتيزم الحاجات دي بيجي لهم ازاي؟ تمام؟ او سوري اكروميديا مش جايجانتيزم. الاكروميديا بيجي لهم ازاي؟ بيجي لهم بيتيوتري يبدا يفرز سيشن. طيب تعالى بقى للمريض، مركز بقى معايا، هم ثلاث دقايق نخلص فيهم المريض. انا هرسم لك النورمال بالازرق اهو. وبعدين هرسم لك الابنورمال. هتلاقي النيوكلس بتاعته ايه؟ لارج وهايبر كروماتيك. بتسمعوا اولاد ساعات يقول لك ان واحد عنده ورم سرطاني الدرجه الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه. هو دي الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. اللي عنده الورم السرطاني في الدرجه الاولى بفرح قوي لما بشوفه. ليه؟ ما بلاقيهمش اصلا. لان في الغالب ده لو استنيت عليه شويه شويه الخلايا اللي كانت حلوه هتقلب للدرجه الثانيه والثالثه والرابعه. اللي عنده ورم سرطاني من الدرجه الاولى متشابه في الترتيب، ولكن لما احنا دايما بنقول زوم اوت وزوم ان، لما انت طلعت بره
الخلايا لقيتها مترتبه جنب بعض، بس لما دخلت على الخلايا من جوه وصفتها لقيتها ايه؟ دار هايبر كروماتيك ليه بص. الحاجه الوحيده بس فيهم ان هم مترتبين جنب بعض، تمام؟ طيب في الحاله دي يقولوا ديفرنشيشن التماثلي دي مترتبه زي دي بالظبط، يقولوا عليها ويل ديفرنشيشن. طب هنا جزء وجزء ده ايه؟ الخلايا انفصلت عن بعض، بدات تديني دايركشن مختلفه، ما عادتش متربطه في بعض، فيقولوا ده ايه؟ ويل ديفرنشيتد ولا مودريت؟ مودريت. وده بول. ده بقى فين الترتيبه؟ ان ديفرنشيتد. ده النيله المنيه النيله. في لاير موجوده وفي لاير عملت انفيجن، هو ما بقاش وان لاير، هو مالتيبل لاير، في جزء عمل انفيجن في جزء لسه ايه؟ تمام؟ لا ده كله مالجنت، كل ده مالجنت، بس في فوز بعد الاول وخرم البيزمنت برين ده لسه موجود، تمام؟ يبقى انا دلوقتي عندي فيه ويل ومدرك وبول وعندي فرانشيز، بس حتى الويل عشان دماغك ما تلعبش ما تفتكرش ان ده الله ده جميل، لا ده لارج وهايبر كروماتيك وانكريز السيتوبلازم فليكشن والنيوكلسين عارفين بتوصل لكام؟ واحد لواحد، يعني ايه؟ نيوكلس كبرت قوي. طب ده معناه ايه؟ ان جوه في ايه؟ كميه الدي ان ايه بالعميق. ليه؟ ما هي ايه اللي كبر حجم النيوكلس؟ ان الدي ان ايه جواها كتير قوي. طيب اللي كبر حجم النيوكلس حل الدي ان ايه جواها كتير، يبقى معنى كده الديفيجن فيها سريع. عشان كده ساعتك معدل الديفيجن هنا وعدد الخلايا قلت لك في 3 شهور الواد دماغه باظ، تمام؟ يبقى معدل الديفيجن هنا سريع. طب طالما معدل الديفيجن سريع عدد الخلايا كتير، الكروما بتاع ساعتك محتاج ايه؟ بلاد فيسل ايه؟ كتير قوي. عندك وقت تكون بلاد فيسل. البلاد فيسل يقول لك هنا نيومرس كتير، بس في عيب ايه؟ بولي فورم. يعني ايه بولي فورم؟ يعني بلحق اكون انتما وادفنتيشن ومفيش ميزه. طيب ايه المشكله لما يبقى البلاد فيسل فول دي فورم؟ سهل فرقع، ولو فرقع يحصل نزيف. عشان كده فاكرين اسباب التيومر كنا دايما بنحط اسباب الهيموريدج، بنحط لك المالجنت تيومر. من الاسباب المهمه قوي في النزيف في الاورام الخبيثه هي ان البلاد فيسل بتاعتك كتيره وسهله انها تفرقع. طب اديك معلومه على السريع، الورم الخبيث المالجنان انواع ايه؟ كارسينوما او ساركوما، صح؟ معدل انفصال الساركوما 4 أضعاف معدل انفصال الكارسينوما. يبقى مين فيهم اللي البلاد فيسل فيه اكثر؟ الساركوما. طب مين فيهم اللي الهيموريدج فيه اكثر؟ يبقى لون الورم، عرفتوا ليه يسموها ساركوما؟ هو ده السبب، عشان لونها احمر. ورم الساركوما لونه احمر، تمام؟ ليه لونه احمر؟ من كتر الدم اللي فيه. لسه هنجلس في الحكايه المقارنه ما بينهم. اللي انا عايزك تفهمه ان الورم كل ما كان عدد خلايا اسرع كل ما بلاد فيسل فيك اكتر، بس المشكله ما عنديش وقت اكون بلاد فيسل كويس. هنا سكانتي بس ويل فورم، هنا اكسس بس بولي فورم، تمام؟ كده احنا هنقف عند الحته دي. اسال في يعني الفيديو مهم جدا، تمام؟ الفيديو حبيبي ازيك؟ 6 3 اسابيع عشان هنراجع. لا.